تفاجئنا كلنا من يعني بتطورات الأخيرة وبالانفتاح في السعودية، لكن ما شاء الله الريتم سريع جدا، حتى انه نحن يعني حاسين انه واو. قديش متحمسة اليوم انك تشاركي بهذا المهرجان بالسعودية؟ متحمسة حماس يعني بالطفلة صغيرة بتشوف حاجة صراحة أنا عمري ما كنت أتخيل إني حشوفها، أو على الأقل مش على المدى القريب. تفاجئنا كلنا من يعني بتطورات الأخيرة وبالانفتاح في السعودية، لكن ما شاء الله الريتم سريع جدا، حتى إنه نحن يعني حاسين إنه واو بعد 5 سنين من إرادة حقيقية للانفتاح، نحن اليوم نحضر هالمهرجان في أول دورة لي. أنا هحكيها البنات، يعني أنا كنت في أول لجنة تحكيم في أول مهرجان سينما على أرض المملكة العربية السعودية. مبروك للشعب السعودي، مبروك لنا جميعا صراحة، لأنه هذه فرحتنا إحنا كمان. المشاركة العربية اليوم كبيرة ضمن هذا المهرجان، وتحديدا المشاركة المصرية اللي أنت واحدة من الناس المشهورين فيها، قديش بيعني لك هاي المشاركة إنها تكون موجودة ضمن هذا المهرجان؟ دائما الافلام العربيه يعني موجوده في كل مهرجانات العالم. انا المهم بالنسبه لي دائما انه يكون في يعني مواهب جديده ومخرجين جداد. المخرجين الجداد اليوم كثير، وفي منهم السعوديه، لدرجه انه لقينا فيلم سعودي في المسابقه في اول دوره. ده معناه انه السينما السعوديه موجوده من زمان، لكن اليوم صار في فرصه انها تتشاف في بلدها، وان الجمهور السعودي هو اللي يشوفها اول حاجه، ودي اكثر حاجه مفرحاني. بدي اختم، شو عندك اعمال جديده؟ كيرا والجن ينزل قريب ان شاء الله، والبحث عن علا على نتفليكس. شكرا. Thank you.